طيب عناوين كلها مهمة في الحقيقة وكلام كتير أهم هنتكلم فيه وهنعلق عليه من خلال أخبار الأهلي في الصحف والمواقع اللي هنشوفها وهنتابعها على مدار الحلقة. لكن في كام جزئية كده عايزين نقولهم لكل جماهير النادي الأهلي وهي بتتعلق ببعض اللاعبين الموجودين في النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، الموجودين على قوة النادي الأهلي حتى هذه اللحظة، وده كلام مهم قوي ركزوا معايا فيه كويس جدا. نبتديها واحدة واحدة. النهارده في كلام كتير جدا طلع على كريم نيدفيد وان اللاعب تم تشخيص حالته بطريقه خاطئه وان النادي الاهلي فشل في علاج اللاعب وان طبيب النادي الاهلي شخص الاصابه بشكل غلط خالص، وكلام كان كتير قوي في الجزئيه دي بالتحديد امبارح بالليل والنهارده يعني، وان اللاعب مسافر المانيا. نيدفيد من الاخر كده مسافر المانيا، هيروح المانيا عشان الطبيب الالماني يكشف عليه ويشوف الامور وصلت لحد فين. نيدفيد عنده ورم او عنده رشح في الركبه، هل ده بناء على تشخيص خاطئ في المجمل في العموم؟ لا خالص. حاله نيدفيد من اولها لاخرها من خلال الطبيب الالماني. النادي الاهلي اول ما كريم نيدفيد اتصاب تعرض للاصابه صفره على طول على المانيا. الطبيب الالماني هو اللي تولى الحاله الخاصه بكريم نيدفيد وتولى البرنامج العلاجي الخاص بيه والجراحه اللي عملها في الغضروف، كل هذه الامور تحت اشراف مين؟ الطبيب الالماني في المانيا. ونيدفيد سافر هناك اول ما اتصاب وتعالج، والاصابه ممكن خدت وقت كبير جدا مع نيدفيد، خدت وقت كبير بصراحه. الاسباب ايه؟ ده اللي هيحدده ايضا الطبيب الالماني المسؤول المسؤوليه الكامله والتامه عن حاله كريم نيدفيد. دي جزئيه مهمه جدا. الرشح اللي عنده في الركبه ممكن يكون امر غريب شويه، لكن ده برضو يرجع لرؤيه الطبيب الالماني، هو ادرى مننا كلنا، احنا ما نفهمش حاجه في الطب خالص، اللي يفهم في الموضوع ده هو الطبيب الالماني. فنيدفيد هيسافر وهيتم الكشف على حالته والوقوف على مدى التطور بالنسبه لركبته، التطور العلاجي الايجابي بالنسبه له هيكون ماشي ازاي، وصل لحد فين، هل محتاج شيء اخر، هل في اجراءات اخرى او طريقه علاجيه اخرى هيتم علاج بيها كريم نيدفيد. دي كلها امور هنعرفها من الراجل الطبيب الالماني. عشان بس نوضح الامور، لان البعض النهارده طلع اتكلم قال لك ان الاهلي شخص حاله نيدفيد غلط وان الموضوع كان متسبب في النادي الاهلي، كلام غير حقيقي اطلاقا، واحنا قلنا نطلع نوضح لحضراتكم الموضوع او كلامنا توضيح من خلال مين؟ من خلال المسؤولين في النادي الاهلي. من خلال مين بالتحديد؟ من خلال الكابتن سعيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، واحنا تواصلنا معاه قبل الحلقه وقال لنا الكلام ده.